مساكم الله بالخير يا جماعه، يعطيكم العافيه. احنا اليوم حلقتنا هي سحب طبعا الاوزمو بوكيت اللي مقدمينها لنا شركه اي بي. هذه اليوم ان شاء الله راح يكون في لها رابح مع ضيفنا طبعا الغني عن التعريف عبد العزيز سريع ابو عادل، من الشباب اللي في الفتره اللي طافت تميزوا في تصويرهم وتميزوا حاليا في الاوزمو بوكيت اللي سوى عنها ريفيو تكلم، فمن اوائل الناس اللي جربت الكاميرا، فقلنا نستفيد في خبرته من هذا في هذا المجال. عزيز صار له فتره، اي واحد فريلانسر او اي واحد شاب توه مبلش يصور ولا يبي يتعلم تصوير يقول لك ابي اصور نفس تصوير عزيز. شنو يعني نفس تصوير عزيز؟ او انه تروح حق كلاين ابي نفس تصوير عزيز ريع. شنو يعني تصوير عزيز ريع؟ اتوقع عزيز من اسباب انتشار سبيشالتي كوفي، اتوقع بالبزنس بلان مالتهم ابي افتح ويب عزيز رايع يصور لي القهوة وبعدين راح يمشي شغلي. صدق هالحكي ولا لا؟ السالفة بلشت كالآتي، اشتغلت مع واحد من القهوة بالكويت كاف كافيه. بالبداية ما بغيت أخذ الموضوع من ناحية أنه بس أبي أصور وخلاص، لا، بغيت أنه أربط الموضوع بالأيدنتيتي، بالإنتيرير الخاص بالقهوة، يعني أن أنا أربط الأيدنتيتي مال القهوة بطريقة التصوير. بعدين اشتغلت شوية مع كم قهوة، بعدين رحت إكسكلوسيف بس مع كاف، لأنه بلش وايد ناس يطلبون. بلشت ان اشوف شيء ثاني غير الدارك. كل قهوه لها ثيمها. شنو يعني وحدة. شنو يعني الدارك؟ يعني هذا كنت تعمدت تستخدم الاسلوب هذا؟ انا تعمدت مع هالقهوه هذه بالذات. ليش؟ لان مثل ما قلت لك هي بيسمنت، اول فرع لهم كان موجود بالسرداب، فما في ضوء شمس. قلت انه اوكي، فاستخدمت العناصر الموجوده حولك عشان تخدمك ووصلت حق السايل اصلا صار مميز. بالضبط. شنو مميزات الكاميرا الاوزمو بوكيت اللي مقدمينها لنا شركه اي بي؟ كاميرا حق الكل. اول شيء كنت قايل ان حق فلوجر، لان تقدر تسولف فيها وعادي وامورك مع الجيمبل وثباتها حلو. اوكي. وحجمها يعني يمكن اقوى ميزه انا قاعد اشوفها حجمها انها صغيره. هذه هي الكاميرا. الكاميرا هذه مثل ما قلت لك بس هذه ها بس. حجمها وايد ممتاز. قمت اشيلها حال التليفون معي، تصور 4K 60 فريم، حلوه وبسيطه ومشكنمه. وغير ان مشكنمه اجين، اذا انا قالوا لي منو تنفع له هالكاميرا، اوكي، اذا كنت بلوجر تنفع لك، اذا كنت رب اسره ولا تبي توثق تركض ورا عيالك عندك هذا الاوبشن. اوكي. اذا كنت مصور ومحترف وتبي زاويه غير تقليديه، هذا الكاميرا وايد تنفعك. ليش؟ لان لاحظنا ان الكاميرات مع العدسات بلكي ساعات وتكون أوكي. كبيره بالحجم، تكون صعب انك انت مثلا تصورها بطريقه معينه. في استخدامات جديده قام يسوقون لها، قاعد اشوف مثل اكشن كاميرا كانها جو برو. جو برو من ورا يكون في مثل برغي، هذه واحده من الشغلات الاكسسوري اللي موجوده فيها. هو عباره عن قطعه. اوكي. اي شيء اذا عندكم مثلا اكسسوري خاص بالجو برو تقدرون تشبكونها تعلقونها عليكم او على السياره ولا غيره وتركبها. إيه تركبها على سياره، تركبها على خوذه. حلو. فخلاص مجرد ان قمنا نحط هالاتاتش هذا صار سهل ان انا استخدمها مع اي اتاتش مال الجو برو. اساسا صوته حلو، سلو موشن 120 فريم بير سكند، 4K 60 فريم. شركات اليوم اذا كان في مشاكل بالكاميرا يحاولون يحلونها عن طريق شيء يسمونه الفريم واير. هو عباره عن ابديت كل كاميرا. حتى انت كمشاهد اليوم يمكن عندك كاميرا عادي يكون فيها مشكله، بس تقدر تحلها ترى بفريم واير اللي هو الابديت. سويت لها ابديت الحين فيها. شنو يعني لوك؟ عفوا عشان حق الناس اللي ممكن اللوك هو معناته ان اللوك الباهت او نقول الغير مشبع بالالوان. زين ليش انا اصور بدون الوان؟ يعني تكون باهته الصوره مو حلوه. ليش؟ لان في شغلتين، في شغله يسمونها كلر كوركشن وفي شيء يسمونه كلر جريدنج. طبعا هذول ما يكتملون الا اذا كان عندك اساسا اللوج او نقول الغير مشبع او الباهت. هذا الشيء ليش قاعد يصير؟ لان اساسا الكاميرات الميجا بكسل مالها مو عالي. اوكي. فلانها مو الميجا بكسل مالها مو عالي، اذا ضفنا الالوان راح تبلش الصوره مالتها تتكسر وتطيح الكواليتي. يترك لك الاوبشن ان ساحب الالوان عشان وقت الاديت تاخذ الوانك. تنفع حق الليل؟ يس، تنفع حق الليل اذا كان في اضاءه حلوه. يعني مثلا الحين شفت الاضاءه اللي موجوده هني المكان اللي احنا قاعدين فيه، راح تطلع مور ذان بيرفكت. يعني اذا كان المكان مظلم وفي اضاءات حلوه يطلع لك المشهد بطريقه خياليه. الشغله الثانيه، هل تنفع حق النهار؟ اكيد الكاميرا مثل ما قلت لكم، اذا راح تلاحظون حتى الريفيوز اليوتيوبر دائما قاعد يستخدمونها بحزه واحده اللي هي شنو؟ حزه الجولدن اور. واحد من السلبيات في هذه الكاميرا انه بالنهار اذا يتبي يصور واكسبوجر جدا عالي شنو اسوي؟ هذا حلك بالاندي فلتر. الاندي فلتر هو عباره عن
انا اسميها النظاره اللي انت تلبسها وقت النهار عشان طالع الشمس. حلو. بالضبط، حتى الكاميرا تحتاج هذا الفلتر عشان تقلل كميه دخلت الشمس. دي جي اي شو مسويه بالكاميرا؟ مسويه شغله بالكاميرا، حاطه فريم حديد حوالين العدسه يركب عليه ماجنت. ايوه، كلمه بوكيت الحين قاعد تنتشر بالكاميرات. صح. اوزمو بوكيت، بلاك ماجيك بوكيت، ما ادري شنو. في كاميرا ثانيه هم انت جربتها الفتره اللي طافت، بلاك ماجيك البوكيت. شوف البلاك ماجيك بوكيت، قبل لا ان اقول لك شنو بلاك ماجيك بوكيت، ذكرت كلمه بوكيت. بوكيت الحين هذه الكلمه الدارجه بين كل الشركات. اول كان الكشخه انه كاميرا كبيره وشكلها كذي هذا. لا، الحين شوف، كل ما صغرت كل ما كان عليها ديماند اكبر. حلو. زين، راح نلاحظ اليوم مع طفره وجود الاجهزه الذكيه، التليفونات، ووجود والله ال 4K ووجود السلو موشن، اليوم حتى التليفون اللي هو الايفون يوصل ل 2040 فريم بير سكند، وغير 2440 قام يصور لوج، قام يصور 4K 60 فريم. عشان انا اغري هذا، او نقدر نقول نغري هذا العميل اللي هو مثلا قاعد يشتري الاجهزه الذكيه وقام يعتمد على اعتماد كله، قمنا نقول له بوكيت. فنروح على البلاك ماجيك بوكيت. البلاك ماجيك بوكيت وايد ناس يسالوني عنها، تقول لي قاعد تسوق حق الكاميرا. اي، لان كانت لمده 3 ساعات عندي ما مداني. لحظه، في شغلات اسمعها. عزيز اذا حب كاميرا يسوق، يرفع لها كنا الحين ده هو نسبه بال بس عشانها عجبته وصلها السمع. لا والله مو صدق الحكي. شوف خليني اقول شغله والله العظيم دقيقه. انا اقول شغله، شوف، انا دائما عندي قناعه ان الكاميرا ايا كانت، دي جي اي، بلاك ماجيك، غيره من هالامور هذه، اوكي، انا راح اسميها شغله واحده، هي تول، اداه. حلو. انت بالاداه هذه يا تبدع فيها، اوكي، يا ان طوفه. الشغله الوحيده اللي انت تحتاجها افهم الاداه اللي عندك. احنا اول ما جبنا البلاك ماجيك الكويت، كانت اول بلاك ماجيك موجوده اللي كانت 2.5. عبد الرزاق كان يبها من امريكا، كان جاي من امريكا تو دارس، حلو، تخرج، اول ما جاب لي بلاك ماجيك كان يقول هذا الكاميرا، كان طالع كان يقول له اي اوكي، بس اول مره اسمع بشيء كذي. اي كانت عزتها اي كان يصير فينا زين، اوكي خلينا نجرب. جربنا طبعا. رزاق وصل في مرحله عادي فتشها براغي ورد مره ثانيه ركب. رزاق ما شاء الله، اللي ما يعرف عبد الرزاق كالرست تكنيكال، كل الامور عنده. يعني ساعات انا توهكت ارفع لي تليفون رزاق، بس هذا الواير شو اسمه، ورد رزاق شي على طول، عرفت؟ لازم تسوي كذي. لا لازم تسوي كذي بالضبط، بس ويعطيك كل الحلول وهو شي بس. اوكي، رزاق قاعد انت؟ لا انا قاعد، انا اعرف كل شيء، بس مو لازم اسوي لك كل هذا. زين، عرفي ورزاق. ما اقول ان قاعد ارفع حق الاداه كثر ما انه ساعات لما اعرف استخدامها عدل واوري الناس النتائج بالنهايه انت الحكم. طبعا البلاك ماجيك بوكيت بالذات، رقم واحد، الكاميرا مو مخصصه حق اي واحد داخل توك المجال. تي تقول لي ابي اخذ بلاك ماجيك، اقول لك راح تكره المجال بكبره اصلا. الكاميرا تقدر تقول حق الشخص المتمرس بالفيديوغرافي، حلو، ويبي خلاص يطمر على اللوك السينماتيك. حلو. هذه الكاميرا تعطيك اللوك السينماتيك، فانت اساسا لازم تكون مستعد انك تعتمد على المانوال فوكس. ما فيها شيء اوتو. رقم اثنين، اذا انت من ربع والله ايدي تهتز وابي انترنال ستابلايز، انسى، ما فيها. لذلك وين الحين ناطر الشيء الزين. انا اقول لك شنو زين، اللوك سينماتيك اذا انت تعرف تسوي كلر صح. اوكي، انا عندي رد جيميناي. حلو. ما ابالغ لكم، اقدر اصور بهالكاميرا وهالكاميرا واسوي ماتش بينهم ووريك اياه، انت راح ما راح تصيد منهم. بس اذا عرفت تصيد الالوان صح، سويت كلر صح، امور كلها بسليم. تنصح فيها؟ انصح فيها بس اذا كنت ماخذ على الفيديوغرافي. هذه تنصح حق الكل. صدق في ميزه للحين ما ذكرتها. شنو هي؟ وايد قويه. وايد وايد قويه، واعتقد يمكن هذا راح تختصر الطريق. شو اقول لكم؟ فيها ميزه مو بالكاميرا، بالبرنامج اللي يشغل الكاميرا، الاب مال التليفون. اي، اسمه ميمو. موضوعه اول شيء راح تلاحظ مجرد ان تركب الكاميرا على التليفون راح يبلش يدخلك على طول على البرنامج. في خاصيه اسمها ستوري. حلو. شنو الستوري؟ تنقي التامبلت اللي تبي. اوكي. زين، وانت قاعد تنقي التامبلت تقط اللقطات. يعني مثلا تنقي التامبلت رقم واحد. أوكي. التامبلت رقم واحد في 5 لقطات. أوكي. لقطه رقم واحد مدتها ثانيتين. أوكي. لقطه رقم اثنين 3 ثواني. اللقطه رقم فقاعد يمنتج هذا. هو قاعد يمنتج، بس انت وضعك تاخذ لقطتك من هنا لهناك، ولا معطيك جايد بعد بس تقط لقطاتك يمنتج لك اياه يعطيك فيديو. تخيل تحط الكاميرا. اوكي. زين، توقفها هي بروحها تتحرك تسوي لك شيء.
تاخذ فريمات بروحها، تسوي لفه شيء بروح. باختصار هذا لو تعطيها حتى الياهل يقدر يبدا راح يعرف يصور. في سؤال باكيت ولا جوبرو؟ في سؤال ثاني، صوته ولا صوت الجوبرو؟ حلو. شنو احسن؟ طبعا على انت استخدامك، اذا كنت متعود اساسا على الجوبرو انا اقول لك خليك على الجوبرو، لان الجوبرو الاخيره الهيرو 7 اوكي ممتازه ممتازه ممتازه، والاستابلايز مالها عن الاستابلايز اللي حاطينه بالجيمبل مال دي جي اي، شوف لاي درجه. بس بس في شغلات وايد مهمه انا اشوف اليوم دي جي اي تميزت بموضوع الجيمبل والطريقه والسلو موشن والمسائل هذه، صراحه عجبتني، وخاصه برنامجها مال ميمو. يمكن بالجوبرو ما حصلها الجوبرو تصويرها ممكن زي، بس ما عندك البرنامج. يس. عيب، هذا عيب. شنو هو؟ لازم يكون عندك هالقطعه. شوف الشركات لازم تسوي شيء، تشتري الكاميرا بعدين شوي شوي استنزاف، عرفت؟ تشتري هذا بعدين تشتري الفلتر. هذه القطعة مهمة راح تشوفونها، تي مع الكت مالت القطع اللي هي مع الأوزمو. القطعة هذه تركب، بس تركب الكاميرا تقدر تطالع تصويرك عن بعد تليفونك. اي طالع بالتليفون. الكاميرا عشان تطالع تصويرك لازم تكون اتاتش مع التليفون. اذا عدلت السيتنج وخلصت اوكي تفصلها عن الكاميرا خلاص يتم السيتنج، ما عندك مشكلة خلاص عليه. بس اذا تبي تاخذ مثل ما قلنا زاوية غير تقليدية، تبي تثبت الكاميرا تاخذ تايم لابس وسوالف، هذه القطعة هم تي من ضمن الكت، عبارة عن ثلاث قطع. القطعة الاولى حق تلت اب داون، والقطعه اللي هي مالت الجوبرو اللي هي الهاندل، وكذلك العرض. وايد صغير المايك، يعني وانت تصور مو بالغلط يكون صبعك مثل مفلطح اللي عندي شيء ولا مغطي عليه، تصك على المايك، تسكر على المايك قاعد تمشى. اليوم معانا واخر شيء كله مغموت. انا حاط الرابط تحت مال اي بي وورلد، اذا تبي تطلب الكاميرا راح تقدر تدش على اي بي وورلد وتلقاها كاهي ب 119 دينار موجوده بموقعهم. الحين من الجزائر راح افوز، من لبنان. اللي موجودين عندنا 1388 يوزر اللي شاركوا. يلا 1 2 3 ايوه بالبوكت بالبوكت. بسم الله حط فول سكرين. جوجو طارق 054. جوجو طارق مبروك مبروك. قول نصيحة، قول لي اخذ بعد واحد، بعد واحد جاست ان كيس. يلا okay. يلا ناخذ واحد ثاني، ناخذ واحد ثاني، لكن الحين الفايز عندنا جوجو. جوجو ناخذ هذا احتياطي. كيكي كيكي دو يو لاف مي. احنا عندنا جوجو بعدين كيكي. حلو ممتاز ممتاز اكتملت الفرقة. الله يعطيك العافية عزيز، ما قصرت نورتنا، مشكور على جيتك حبيبي، ومشكورين على متابعتكم. إن شاء الله تكون الحلقة والتجربة مفيدة وممتعة. أنا صراحة كنت جدا مستمتع، تجربة أول مرة نجربها نطلع لايف. إيش رأيك بالتجربة إنها لايف باليوتيوب؟ غير عن عجيبة صراحة، أول مرة أشوف شيء كذي، بس وضع أحس إن كذي بنطلع على قناة التلفزيون. إيه إيه وايد أشياء، كذي وايد أشياء، كذي وايد وكاميرا هناك وهني ما أدري إيش قاعد يصير. فسامحوني طبعًا ساعات إن ما قاعد طالع الكاميرا، قاعد يصير وضع، قاعد طالع شاشة غيره، قاعد طالع روحي ثلاث مرات. الله يعطيكم العافية، مشكورين على تفاعلكم، مشكور عزيز على جيتك. رابط AAB موجود تحت، رابط حساب عزيز موجود تحت، رابط حسابي موجود تحت. لا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب. يعطيكم العافية. سلام عليكم.